السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار تعريف بالمناطق في الجزائر، اليوم رانا في محطة جيجل، المحطة البرية، وأنا أتنقل في بعض الشوارع في وسط جيجل. هذا المكان قرب المحطة، محطة جيجل البرية، هو في قلب عاصمة الولاية، ولاية جيجل. احنا رانا في موسم الصياف، صيف، كل الولايات موجودة هنا، يعني كل ترقيمات الولايات موجودة، مثلا هذا بازنا وسقهراس وغليزان، كل يعني موجود هنا. هذه لوحات إشهارية لكن للعيادات وغيرها، حتى تعليم اللغات إلى ذلك، أكثر يعني العيادات والتصوير الطبي إلى غير ذلك. هذه مديرية الطاقة لولاية جيجل. ومن هذا الشارع يقولوا له فيلاج موسى، معروف جدا. نذهب من هذا الاتجاه، على اليمين. هذه حركة المرور كبيرة، زحمة مرورية في موسم الصياف، وعدد السياح بالملايين حسب الأصداء. 2022 صيف 2022. ترى فيه تحديث، يعني إعادة هذا الرصيف الذي كان مهترئ، الآن أصبح يعني مقبول، في انتظار إعادة تهيئة هذه الحديقة التي هي الآن خردة، إن شاء الله يعودون. معليش، هذه وسط جيجل، هذه يقولوا لها كل هذه الطرق من جيجل القديمة، يعني جيجل القديمة أو جيجل السفلى، لأن جيجل الجديدة هي في أعالي جيجل، أما هذه جيجل القديمة هي في الأسفل يعني. وأكثر البنايات هنا وبناء فرنسي، كان بناء فرنسي وبناء يعني ما بعد الاستقلال بناء جزائري. كذا سنذهب إلى ملعب جيجل لأنه قريب منا، ثم نكمل فيما بعد، سنكمل حتى وصلنا إلى ملعب جيجل. وتحت الملعب فيه الكثير من المطاعم ومن ذلك.
هذه عمارات بنيت بعد الاستقلال، ولكن يعني جيجل يعني كبيرة، وسط جيجل يعني كبيرة، مدينة كبيرة يعني، لذلك يعني لو كان نصوروها كامل يعني يستغرق وقت. هذه المحلات كلها هي في ملعب جيجل أو الملعب، وهنا في الأسفل المحلات، هذه المطاعم مشهورة، عندهم أكل لذيذ بصراحة. هذا هو بنك الجزائر الخارجي مقابل الملعب. والترقيمات الولاية موجودة هنا، المطاعم، السمك، الدجاج وإلى غيره. سنقطع الطريق من البواقي هكذا. هذه هي الواجهة البحرية من هنا، فندق كوتاما الذي هو بالأزرق والأبيض، إلى أن نصل إلى سفينة بابا عروج وخير الدين، الأخوين خير الدين وبابا عروج. وفي هذا الفيديو تشاهدون كل السواح كل السياح هنا لأخذ الصور مع هذه السفينة، سفينة بابا عروج وخير الدين في وسط جيجل.
صندوق الجوابي للتعاون الفلاحي جيجي تأمينات جميع الأخطاء. على كل حال هذا لا يهمنا، سنكمل فيما بعد. نحن الآن في الشارع الذي هو منذ المقابل الملعب، وفي هذا الرصيف في هذا الطريق، هذا الطريق الذي يؤدي إلى ولاية مقر ولاية جيجل وإذاعة جيجل وإلى جيجل الجديدة، مدينة جيجل الجديدة. سنمشي بعد من هذا الطريق، سنريكم من بعد هذا الرصيف والطريق، يعني طريق واسع وجميل فيه مقاهي ومحلات ومكتبات إلى غير من ذلك. هذا مقهى اسطنبول. يوجد معرض كتاب، محطة مسافرين. من هنا أعالي الطريق يعني كأنك صاعد في الجبل، طريق عالي شوية، ولكن سنمشي منه بعض الشيء. هذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في جيجل. هذه هي إذاعة جيجل المحلية. هكذا هي ولاية جيجل.
من هذا الجانب نشاهد جيجل السفلى وشاطئ البحر ومنظر رائع إلى أن نصل إلى مدينة جيجل الجديدة. من هنا تبدأ جيجل الجديدة بعدما صعدنا مشيا على الأقدام كل تلك متعب، والله صعود متعب مع حرارة متعب، لكن لا بأس، سنريكم بعض الشوارع والأماكن في مدينة جيجل الجديدة. العمارات هذه أيضا، هنا محلات ومقاهي ويوجد كل شيء. هذا المحل معروف، إلى أن نصل إلى بريد جيجل. هذا هو، هذا هو بريد جيجل، وأيضا نفق، هذا هو نفق جيجل، هاي الحي الإداري كما نشاهد في هذه الترقيمات، الحي الإداري بجاية أو اتجاه الجامعة، حي 400 مسكن. هذه هي المحولات هكذا، سنريكم نفق جيجل من لم يشاهده من قبل. هذا هو نفق جيجل المؤدي إلى الجامعة وحي 400 مسكن. هذا هو مسجد، هذه المنطقة. المدرسة الابتدائية محمد مسعود. صعب الرصيف ضيق، صعب التصوير هنا بصراحة، لكن لا بأس، سنكمل الفيديو. هذا محول أو بما يسمى الدوار، المحول الذي مفترق طرق هكذا، أو يسمى الرونفوا، مع بما يعرف بالرونفوا، مقطع الطريق. هذا الحي الإداري من هذا الاتجاه، لكن قبل ذلك مقطع الطريق أولا. شارع جميل بصراحة، أو فيه كل ما يشتريه يعني المشتري أو السائح، موجود كل شيء من ملابس وفريشة وقماش ومطاعم ومطاعم سريعة إلى غير من ذلك. عدد السياح كبير هنا من شتى الولايات.
لا لا فاطمة محل لا لا فاطمة ما مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية جيجل. إلى أن وصلنا إلى الحي الإداري، هذا هو الحي الإداري لولاية جيجل. هذا هو الحي الإداري لولاية جيجل. What?
إلى غير من ذلك. وهنا مفترق طرق آخر من هنا إلى أعالي الجيج الأخرى، وهنا العودة إلى الجيج السفلى. نكتفي بهذا القدر. شكرا لكل من شاهد الفيديو. السلام عليكم.